اليوم يعني في إطار رابطة الكشفية المغربية كان عندنا واحد مخطط اللي هو واضح منذ أن تأسست الرابطة، اللي هو الاشتغال على هيكلة جهات المملكة المغربية. وبطبيعة الحال هذا الورش هذا كان قد فتح قبل من الوباء اللي ضرب البلد ديالنا الحبيب وتوقف، ولكن الحمد لله اليوم نحن في مدينة العيون بمبادرة من أحد القادة المؤسسين للرابطة الكشفية وهو القائد مولود أجف. جاءت الفكرة على أساس أننا نقوم بواحد لقاء تحضيري، وجاء في هذا السياق هذا. فاليوم احنا مجتمعين في إطار الرابطة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء من أجل أننا نهيئوا المؤتمر المقبل اللي تيدخل بسلسلة استكمال هياكل ديال الرابطة. بطبيعة الحال الرابطة منذ أن تأسست هي من بين أهم العناصر الأساسية اللي عندها هو إبراز الطاقات والكفاءات الموجودة داخل الرابطة، وإبرازها بالأساس هو فتح المجال لها من حيث المسؤولية، وأن لا نعتبر المسؤولية المركزية فقط هي الوحيدة في إطار التنظيم الداخلي، بل نؤكد بشكل كبير وهذه من استراتيجية الرابطة على أساس أن تكون للرابطة امتدادات على المستوى الجهوي، وإن شاء الله غتكون هناك امتداد على المستوى الإقليمي بطبيعة الحال. هذا الورش اللي غيتفتح ان شاء الله على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء سيليه مجموعة من المشاريع، وأهمها هي العمود الفقري الذي نعتبره داخل الرابطة هو التكوين والاهتمام بالرأسمال البشري للرابطة اللي خصو يبان ويتبان القدرات ديال الأطول. الاجتماع اليوم هو اجتماع جاء عفوي في إطار العلاقة والمحبة اللي كتجمع الإخوان المنظمات اللي حاضرين معنا في الجهة، في إطار رابطة الوطنية الكشفية المغربية، في إطار زيارة ديال الأخ سي صلاح رئيس الرابطة اللي جاي يزور مدينة العيون، أبو فروع الرابطة يعني المنظمات المنخرطة في الرابطة أن تجتمع اليوم. هذا الاجتماع في إطار أولا تدارس واقع الحركة الكشفية في المغرب وبالجهة. الهدف اللي كان عندنا ومزلنا ناضلوا عنه في الرابطة وهو هاد التكسير، نقولها بكل صراحة، يعني ما يمكنش واحد ثلاثة المنظمات يبقوا هما المسيطرين على هاد الميدان هذا الكشفي في المغرب. اليوم الرسالة واضحة، واعتقد بأن الجهات المسؤولة تفهمت الأمور، ونحن ماشيين باش نجمعوا الشمل الحركة الكشفية في المغرب. والرابطة إن شاء الله ستكون إن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله المؤتمر جهوي في مدينة العيون. اليوم في هذا الاجتماع هذا تم الإعلان عن اللجنة التحضيرية لتأسيس هذا التحضير لهذا المؤتمر. الإخوان كلهم عبروا أولا عن السعادة ديال الزيارة ديال السيد الرئيس القائد ديال رئيس الرابطة، نوهوا المجهودات والنتائج والمكاسب اللي حققتها الرابطة في هذه السنوات الأخيرة، وأكدوا بأن الرابطة معادلة يمكنش حد يتخطاها. نحن ما يمكن نقولها بكل صراحة، إذا كان عندنا شيء نقص في التطير ولا كان احنا موجودين، ولكن باش يتسد الباب هذه 65 عام في المغرب ثلاثة المنظمات يبقاو مسدين الباب، أعتقد بأن هذا الشيء ما يمكنش. اليوم نحن ماشيين في هذا الاتجاه، والمؤتمر إن شاء الله الجهوي سيكون بمدينة العيون، وانطلاقة إن شاء الله ستكون من العيون. في الأخير لابد أن نشكر ونوجه تحية ديالي للزملاء القادة ديال المنظمات اللي هما في لواء الرابطة على الالتفاف ديالهم وعلى حضورهم القوي اليوم وعلى نيتهم باش يدفعوا بالرابطة لقدام. وكذلك تبقى هذه الزيارة التاريخية للقائد صلاح اللي كتجمع له يعني رجل ديال التوازنات ورجل ديال التوافقات والرجل اللي الجميع تايق فيه باش يمشي بهذه الرابطة لقدام. وشكرا.